المهم هنا كل واحد الثمن ديالو، يعني كاينين نقل تقريبا هنا من 30,000 ريال حتى ل 55. 55، يعني هادو اللي قدامنا دابا. هلا دابا هو كان واللي فيه 30,000 ريال، هذاك يعني 30,000 ريال هذاك، وهذا حتى هو من ناحية ديال الدروش. حتى حنا كنجيو كل عام هنا، وكيلقاونا الناس اللي كيتقداو عندنا كنوري لهم الثمن المناسب باش يقدر يتقدا حتى هو يقضي غرض ونقضي غرض. واني هذا العام كيجي كيقول لك هذاك الثمن اللي كتقول ما كاينش، ما غاديش تقدا به. يعني الناس كيجيو كيسولوا ولكن ربما ما كيشريوش. ما كيشريوش، كيقول لك هذا العام ناقص على القضيه. يعني واني 30,000 ريال يعني غاليه عليهم. غاليه عليهم من ناحيه عندهم. يعني ديال شحال بغاو هاد الناس؟ بغاو ديال 25، ديال 28. وين هاد العام ما كاينينش، ما كاينينش. من 30,000 ريال دابا الا كان كاع الثمن مناسب، من 30,000 ريال الفوق. يعني 30,000 حتى ل 55. حتى ل 55، وين كل واحد بالثمن ديالو. هادو يعني كتعلفوا على الثوم ربما على طول العام. كاين العلف طول العام، وين راه ديال الكسابه، ماشي زعما ماشي ديال الكوري الكسيبه. حنا عندنا المنطقه زلال ار الكسابين، في منطقة في لحي كسابية. يعني 4 أيام دابا هادي مازال ما بعت والو ربما. 4 أيام باقي ما بعنا والو، ما كاينش الشركة جاي كيصوم واني كيزيد، ما كيشريش. غير كيسول على الثمن وكيزيد. يعني الناس اليوم ربما الغلا. اليوم الغلا من الناس من ناحية هذاك العام اللي فات هما كيتقدموا عندنا ديال 30,000 ريال كيتقدموا ب 25,000، هذيك ديال 55 كيتقدموا انا ب 40,000. يعني شحال تزاد تقريبا يعني قلت لك بين العام اللي فات وهذا العام؟ تقريبا زادت الحوالي، زادت 15,000 حالة، 15,000 20,000 حالة، 15,000 زايد على العام اللي فات. يعني هذا العام كاين شويه زياده. كاين زياده، واني من ناحيه كل شيء، ماشي غير الفلاح، ماشي غير الكسب، من ناحيه العلف، من ناحيه المصاريف، من ناحيه الخدامين، من ناحيه يعني كل شيء تزاد. هذه الكسيبه البرقي. البرقي البرقي ديال الكسيبه ديال الجبل. بحال تقريبا يعني سنان الحليب يعني اللي كاين هناك. سنان الحليب كل واحد الثمن ديالو، كاينين ديال 45، كاينين ديال 30 اللي وريت لك هذيك جوج، كاينين ديال انا ديال 46 47. 500 درهم كما كتشوفوا معنا على المباشر. فهادو هما هانتوما كتشوفوا يعني قداش بطبيعه الحال، يعني 1500 درهم هذا اللي قدامنا كما كتشوفوا معنا على المباشر، فحولي ديال 1500 درهم. هانتوما كتشوفوا الحولي ديال 1500 درهم، هذا 45. شدوا باش هانتوما كتشوفوا اخواني الكرام، يعني هذا الحولي ديال 45,000 ريال، 46,000 ريال. هانتوما كتشوفوا هذا 46,000 ريال اللي قدامنا. يعني كاين ربما أثمنة يعني مقارنة مع مجموعة من المناطق الأخرى، فهنا أثمنة ربما ديال الدراوش. هذا ستور، هذا 55، هذا ربما يعني هذا أغلى واحد، يعني 55,000 ريال عند هذا الكساب. أنتم هذا تني 55,000 ريال كما كتشوفوا أنتم، يعني قداش. هذا 42، أنتم كتشوفوا يعني 42,000 ريال، الناس اللي على قد الحال، الناس الدراوش، الناس يعني المساكين، 42,000 ريال. واش يعني اللي سلطنا عليه الضوء، هذا ديال 30، أنتم كتشوفوا الناس اللي كيسولوا على ديال 30 فهو قدامنا، هو هذا ديال 30,000 ريال هذا الصغير. ف 1500 درهم الثمن ديالو هنا بمنطقة أساكا بيتيكي، 1500 درهم اللي قدامنا لأول مرة، خروف ديال 30,000 ريال لقينا لكم في الرحبة هنا بمنطقة تيكيوين بأساكا. وحنا كل عام كنكون هنا شي 10 سنين بحال هكا، حنا كنجيو للمنطقة، والمهم كنبيعو هنا، والناس اللي كيتقداو عندنا كاينين اللي كيرجعو كيتقداو ثاني، كاينين اللي كيمشيو يبدلو شي بلاصة أخرى، كاينين المهم النواحية ديال يعني كتساعدو مع الدروش. كنساعدو مع الدروش أنا، شي واحد كيتقدا من عندك واحد العام العام، يعني راه حتى أنت ضروري يعني دير واحد الثمن مناسب باش مرة أخرى يرجع.